تعال نروح على حاجة بقى مثمرة جدا. أنا واحد من الناس اللي أقدر أقول إنه وزارة الإسكان أيديها خضراء، تعرف كده يقولك إيده خضراء، يعني إيده خضراء يعني إذا مد إيده في حاجة بإذن الله تبقى مثمرة طول الوقت. الوزارة إيدها خضراء، تحط قرار وتبدأ في مشروع، مشروع بيطلع زي الفل، يلا بينا هنبني كذا اسكان اجتماع، اهلا وسهلا يطلع زي الفل. هنعمل مثلا الوحدات البديله وحاجات زي كده، اظن اكتر من ربع مليون وحده تقريبا لحد دلوقتي علشان خاطر الناس سكان العشوائيات الخطره وما الى ذلك، الحقيقه زي الفل. طيب وزاره الاسكان بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين اكيد عندهم جنه وعندهم سكن مصر وعندهم الاسكان المتميز، لكن وزارة الإسكان قررت أنه توجد هناك إتاحة دائمة لجنة وسكن مصر وإسكان متميز. فخلوني أرحب بالمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 يا باشمهندس عمرو. أهلا بسيادتك يا فندم، مساء الخير. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. باشمهندس عمرو، الأول هسأل على يعني إيه الإتاحة الدائمة؟ طيب تمام، ده سؤال جميل نبدا بيه المداخله. أيوة. وبشكر حضرتك في الاول على المقدمه الجميله، وده شرف لينا. اقل ما يجب ان نقدم الخدمه وكل جهود الزملاء في الوزاره وبقياده سياده الوزير ان هم يقدموا الخدمه لكل الناس في كل محافظات مصر. قدها وقدود والاتاحه الدائمه ده موضوع جديد اقرته هيئه المجتمعات برئاسه الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان. مجلس اداره الهيئه قرر ان يبقى فيه دايما اتاحه دائمه في كل في معظم المدن، وده هيكون معناه ان في شقق متاحه ساغره لاي حد حابب يحجز وحده سكنيه يتوجه فورا لجهاز المدينه اللي هو عايز يحجز فيها. على مستوى ثلاث مشروعات كتجربه، الاسكان المتميز والاسكان ذو الطابع الساحلي وسكن مصر وجنه. وده القرار اللي خدته هيئه المجتمعات في مجلس الاداره السابق، على اساس انه كان دايما بيجي استفسارات واسئله ونداءات للوزاره ان ليه ما يكونش فيه متاح وحدات طول الوقت، بدل ما يحصل تزاحم في الاعلانات وناس تاخد وناس تنتظر، لا احنا عندنا وحدات موجوده. وللعلم حضرتك الاتاحه الدائمه دي مما يعني كده ان الوحدات منفذه ومشطبه وجاهزه على السكن والفرش. طيب واحدة واحدة بقى، عشان قلت لي والإسكان ذو الطابع الساحلي يعني إيه؟ تمام، عشان دي جملة اسمها المصرية قوي يعني. إسكان متنوع بيناسب كل شرائح المجتمع، من أول إسكان محدود الدخل ومتوسط الدخل وميسور الدخل، وكمان بنبني إسكان ذو طابع ثقافي للمنطقة. يعني المنصورة الجديدة مثلا دي مدينة ساحلية على البحر وتتبع محافظة الدقهلية، فليها طابع ساحلي للدقهلية. إسكان العالمين له طابع ساحلي، الطابع الساحلي اللي هو بيتميز بقى بالتوجيه الطبيعي للتكييف والتهوية وحفظ الطاقة اللي بيتاحها الموقع المميز. لو في حاجة في العين السخنة يبقى برضو مظبوط، في مستقى التنفيذ بنراعي الطابع الساحلي في موضوع التوجيه الطبيعي للمكان وتوجيه لاتجاه البحر والاستفادة القصوى بالمكان المميز، اسمها إسكان ذو طابع ساحلي. عندنا برضو الاسكان اللي هو سكن مصر، وسيادتك تعرف تابعنا بشكل جيد انه من احد المشروعات اللي نزلت ناجحه جدا نزلتها وزاره الاسكان، اللي هي بتناسب شرائح كتير جدا، بتغطي شرائح كتير جدا من المجتمع. اسكان جنه هو اسكان مميز وذو طابع نظام الكومباوند، يعني اللي له خدمات مميزه ومستقله نوعا ما، فبيها برضو ليها طابع مميز. فعلشان كده الخبراء في الهيئة المجتمعات نقوا الثلاث نماذج دي نبدأ بيها موضوع. هو كده أربعة بقى، جنة وسكن مصر والإسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح ولا أنا ملخبط الدنيا؟ باشمهندس عمرو، لا محدش يقول الخط قطع. على العموم هنعيد لازم عشان أفهم، لأنه بالذات الحتة بتاعت الإسكان الساحلي دي برضو جميلة. يعني النهاردة إذا كان في حد حابب إن هو يروح يشتري في العالمين الجديدة، جميلة جميلة على رأي طب وعندنا كمان، أنا شفت المنصورة الجديدة على سبيل المثال، يمكن ناس كتير راحت شافت العالمين، وطبعا العالمين أصبحت خلاص أشهر من نار على العالم، فأصبحت مدينة عالمية بكل المقاييس، يعني حتى أصبح ليها
اسم وسمعة عالمية، ده خلاص كده كل سنة احنا طيبين. المنصورة الجديدة اللي ما راحش يروح يتفرج، يعني لازم أهالينا في المنصورة نفسهم يروحوا يتفرجوا وغيره. يعني بالمناسبة المنصورة الجديدة دي مش حلوة، دي حلوة بزيادة فعلا مش هزار. فتخيل بقى يبقى أنت نفسك في حاجة زي كده والبحر والحلاوة والجمال، فتروح تاخد من الحاجات بتاعة وزارة الإسكان، ده معناه انك ابدا محدش هي مثلا يخليك تتعرض ل مش عارف ناس ممكن ما تكونش مؤتمنه قوي، لا ده وزاره الاسكان، التقسيط وزاره الاسكان، المكان جاهز زي ما قال مهندس عمرو جاهز للاستلام. بس هرجع مره تانية، مهندس عمرو معانا، اهلا بيك مره تانية. اهلا بحضرتك. مع حضرتك يا فندم. احنا قلنا بقى ان هم ثلاث حاجات، هم جنه وسكن مصر والاسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح كده؟ اه زي رشيد والمنصوره الجديده. مظبوط صح يا فندم. حلو جدا، يعني رشيد المنصوره الجديده، العالمين الجديده، ربنا ييسر الحال ويبقى في راس الحكمه الجديده، يبقى شيء رائع برضو ان شاء الله يا فندم. فرحنا طبعا يا باشمهندس عمرو، اديلي صدق. وانا برضو فندم يعني ببشر حضرتك والساده المشاهدين انه احنا طبعا في الطرح ده عندنا رشيد الجديده، اللي برضو للعلم اللي ممكن ما يكونش حد يعرف ان هي مدينه واعده جدا، بتخدم برضو منطقة وسيطة ما بين اسكندرية والبحيرة. وكان دايما بيجي لنا شكوى في أماكن إتكو وأماكن اللي هي بقى اتضاقت على أهلها ومبقاش فيها أراضي تتاح للمباني. احنا بنبني مدينة جديدة ساحلية كاملة على بعد عشرات الكيلومترات، بسيطة ما بين 10 و15 و20 كيلو مثلا من إتكو، وفي شمال محافظة البحيرة واسكندرية وقريبة من اسكندرية. فاحنا بنتكلم على طبعاً مدينة جديدة واعدة في منطقة رائعة مميزة جدا. من رشيد لاسكندرية 68 كيلو، فلو انا حطيتها في النص انا كده مبسوط. مظبوط، وهي رشيد الجديدة بتتوسط المنطقتين، بتتوسط رشيد القديمة واسكندرية، وقريبة من إيدكو بحوالي مثلا 18 كيلو ولا حاجة. فاحنا برضو في كثافات سكانية كتير هناك وأنشطة اقتصادية كتير هناك، عايزة شباب وعايزة سكن. فعشان كده في مدينة زي رشيد الجديدة واعدة جدا. طبعا المنصورة الجديدة غنية عن تعريف سيادتك، يعني أفضت في الشرح جمالها. وعندنا مدن الصعيد الواعدة برضو، ناصر غرب أسيوط وغرب قنا وملاوي الجديدة، مدن جديدة في الظهير الصحراوي للصعيد، وفي نفس الوقت قريبة من العمران القائم ومربوطة بيه بطرق وشبكات مرافق قائمة حاليا خلاص تم تنفيذها. يعني احنا بنطرح وحدات منفذة ومشطبة بالفعل، مش لسه هنستلم كمان سنتين ثلاثة أو خمسة، بالعكس احنا الطرح الدائم ده سيادتك، يعني سيادة الوزير كان اتكلم في أكتر من لقاء على إن احنا الآلية دي إن شاء الله هيتم طرحها، وبالفعل الحمد لله يعني بنجحنا الحمد لله في الموضوع ده، وباسعار مناسبه وميسره. يعني حضرتك بقيت التصريح سياده الوزير ان المقدمات بتبدا من 25,000 جنيه للاسكان المتميز، و50,000 جنيه لسكن مصر، و100,000 جنيه لوحدات جنه. يعني اللي معاه المبلغ ده هيروح لجهاز المدينه، هيطلب الكراسه، هيدفع مقدم جديه الحجز في بنك الاسكان والتعمير، هيجي يخلص اجراءات الاستلام ويقسط الباقي على من 3 ل 5 ل 7 ل 10 سنوات. يعني ايا كانت محافظتي بروح لمديريه الاسكان في المحافظه واقول لهم انا عاوز اقدم مثلا في جنه. مش مديريه الاسكان، جهاز المدينه الجديده. جهاز المدينه نفسها. حلو قوي. جهاز مدينه المنصوره الجديده، جهاز ناصر غرب اسيوط او جهاز غرب قنا، هيتوجه لرئيس الجهاز، مكتب رئيس الجهاز في وحده هناك تم انشائها بتعليمات سياده الوزير، الوحده عقاريه فنيه ماليه قانونيه فيها متخصصين، هيبقى في كراسه، هياخد الكراسة فيها استمارة، هيبدي رغبته انه عايز وحدة سكنية في الوحدات المطروحة ان شاء الله بعد ما ننزل الاعلان كمان ايام. هيطلع على الوحدات ويشوف المتاح والمناسب له ماديا يقدر يدفع، فهيطلب رغبته، هياخد ايصال من الجهاز بانه هو راغب في حجز الوحدة، يسدد مقدم جدية الحجز زائد بعض المصاريف الادارية البسيطة، هيرجع للجهاز تاني يستلم الوحدة، والموضوع ده بيبقى في خلال من شهرين لتلاتة. طيب أنا هتقل عليك بشوية أسئلة معلش. تحت بما عمر. إنه الوحدات دي جاهزة للاستلام هتتقسط على كام سنة؟ إحنا عندنا القرار اللي طلع من مجلس إدارة الهيئة إن التقسيط متاح من 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات. ده جميل، سواء إذا كانت جنة أو سكن أو المتميز أو الإسكان الساحلي. ممكن توصل لحد 10 سنين. مظبوط يا فندم، وهيبقى ساعتها سعر الفايده على التقسيط طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في وقت الطرح. على سعر الكوريدور. يعني سعر الفايده المعلن ده اللي هيكون موجود، عشان برضو كل الناس تبقى على بينه وعلى ضوء واضح للموضوع، ان الفايده اللي بيقررها البنك المركزي هي اللي هيبقى عليها هتحمل على التقسيط على المده اللي هو بيحتاجها، فكل واحد بيدرس
حالته الاقتصاديه يقدر يقسط على كام سنه، وده هيكون موجود ان شاء الله في الكراسه لما تنزل خلال ايام. هيكون موجود كل تقسيط فوائده قد ايه ومدته قد ايه وايه المميزات لكل نظام سداد، وبيقدر يسدد بالطريقه اللي بتريحه في الاخر، وبيتعرض الموضوع على اللجنه. ولو حصل في يعني لو حصل وان شاء الله يعني احنا متوقعين كده، عشان كده برضو حطيناها في الاعلان، انه لو حصل في وحدات مميزه حصل عليها تزاحم او كده بيتعمل عليها قرعه محدوده على الساده المتقدمين، بحيث ان احنا نفيد الناس اللي عايزين يستفيدوا بالوحدات. طيب هنا هيبقى في سؤالين بصراحه. اول سؤال منهم، انهي فايده؟ فايده كوريدور على الاقراض ولا فايده الرهن العقاري؟ طيب المعلومه دي مش متاحه عندي، تسمح لي حضرتك اسال الخبراء القانونيين والتجاريين في الهيئه وارجع لسيادتك بيها؟ عارف انا سالت ليه يا باشمهندس عمرو؟ عشان انا ما بحبش العيال نفايات البشريه الاخوان يقرروا مع نفسهم يروجوا شائعه. لا احنا هناكد المعلومه من المختصين في هيئه المجتمعات وهقولها لسيادتك تبلغ بيها برضو على الهواء مع الساده المشاهدين. طبعا ده انا اتشرف، لان احنا طبعا هننزل دي في الكراسه، لكن اللي عندي حاليا كمعلومه عشان ابقى صادق مع حضرتك ان هي الفائده المعلنه في البنك المركزي المصري وقت الطرح. ده كلام جميل، لكن نوع الفائده ايه هجيبها لسيادتك حاضر وارد لحضرتك. حلو قوي. السؤال الثاني، ليه هنعمل قرعه لما ممكن اخدها باسبقيه الحجز زي اي مطور؟ يقول لك والله اللي سبق اكل النبأ. هو ده حقيقي، ده حقيقي، بس وارد جدا، علشان دايما نبقى حاطين خطه رؤيه اللي هيحصل. وارد جدا النهارده في خمسه يروحوا مع بعض على نفس الوحده. في نفس اليوم الصبح رايحين سوا عايزين الوحده رقم كذا في الدور كذا في العماره كذا. ايوه. ففي الحاله دي لازم نتوخى الحذر وان احنا ما يحصلش مشكله ما بين الحاجزين. طبعا اللي هيروح يحجز وحده في الاول وياخد الخطاب ويتوجه للبنك ويخلص، ده ربنا يكرمه خلاص هو خلص الوحده بتاعته. لكن نفترض ان في خمسه او 10 او 100 راحوا على وحده معينه مميزه او راحوا على وحده بعينها، ساعتها بيبقى في اجراءات بت في الموضوع ده عن طريق قرعه علشان ندي برضو الفرصه للناس. وعايز اقول حاجه لسيادتك برضو، الرصيد الحمد لله موجود عندنا، اعداد موجوده كويسه كافيه من الوحدات، فده هيخلي الفرصه اكبر ان الناس تستفيد بشكل مناسب للفرص التميز مختلفه كتير. طيب ده يخليني برضو اروح لسؤال ملوش علاقه قوي بالثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم، لكن ليه علاقه بيكم. انا فاكر لما رحت اسوان وشفت بقى هناك كانت بيوت حلوه قوي زياده عن اللزوم على شط النيل على طول. مظبوط، هي مش زياده عن اللزوم، احنا نستحق احسن من كده ان شاء الله. دي حلوه قوي اصلها، فاسوان يستحقوا اكتر من كده، والشعب اسوان والناس هناك مستفيدين في المدينه اسوان الجديده يستحقوا كمان ان شاء الله اجمل من كده باذن الله. وكان فيها بقى ايه فيلات حلوه كده عامله زي فيلات المنصوره الجديده والحاجات الشيكه دي، كلها واخده الواجهه واخده الاطلاله على نهر النيل. دي اتعمل لها تسعير وهيتعمل لها طرح ولا لسه؟ خليني ارجع برضو للمعلومه دي لحضرتك واشوف هي بيتم الطرح فيها عن طريق اي جهه في جهاز المدينه ولا عن طريق اعلانات هتطرح بعد كده، وارجع لسيادتك بيها. حاضر. أيوة. بس هي مش دي مش نازله معانا في المحافظات اللي في الاعلان ده. انا فاهم النهارده، لكن طبعا خلينا برضو نفرد لها يعني لقاء ونتكلم عنها ونتكلم عن طرحها ازاي وهيتم ازاي ان شاء الله. يا ريت. انا اشكرك يا باشمهندس جدا، تحياتي ليك وتحياتي لمعالي الوزير، كل الشكر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. والله العظيم مصر دي فيها جواهر، جواهر الفيلات اللي في أسوان دي جواهر والله. الفيلات اللي موجودة بقى ولا الشقق ولا البيوت ولا مش عارف إيه اللي موجودة في المنصورة الجديدة، والله 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 جواهر. بص، هي مدينة المنصورة ما هياش بعيدة، والجو اليومين دول في اللذيذ، عربيتك الجميلة، خد بعضك، ده انت راجل بتشتري بقى فانت اكيد عندك عربيه، اظن دي سهله. خد بعضك كده وروح بص على المنصوره الجديده واتفرج ومتع نظرك بالطراز المعماري، بالمساحات الخضراء، بالبحر الجميل، بالخدمات المتاحه، بالجامعتين اللي حوالين المنصوره الجديده. هم جوه المنصوره الجديده عمليا، ما هماش حواليها يعني. الخ الخ الخ. ده مثلا يعني، طبعا زي ما كنت بقول لك العالمين الجديده دي غنيه عن التعريف يعني. وهكذا في ربوع الجمهوريه. الأماكن فعلا معمولة حلو قوي، سواء إذا كان في التصميمات المعمارية وفي الطرز المعمارية، سواء إذا كان في التنظيم الداخلي للطرق و سواء إذا كان في المساحات الخضراء، سواء إذا كان في الخدمات بشكل عام لكل هذه المدن والمشروعات. حاجة تشرف وتفرح وتدعو للفخر بصراحة.